أخبار اليوم. معالي اللواء محافظ الإسماعيلية، بنرحب بحضرتك بوابة أخبار اليوم. وكنا عايزين نعرف النهاردة نعتبرها بداية انطلاقة مهرجان الإسماعيلية للسنة 18 من خلال المؤتمر الصحفي اللي هيقام بعد دقائق. كنا عايزين نعرف إيه أهم الفعاليات اللي هتقام في مدينة الإسماعيلية بجانب المهرجان. هو الأول، هو فعلا المهرجان المرة ده هيبقى في سوو الجديد زي ما بيقولوا، إعداد رائع للمهرجان بحيث إن هو يبقى النسخة الأفضل. النهاردة في المؤتمر الصحفي هيعلن كل تفاصيل الإعداد الفني والإداري الخاص بالمهرجان، لكن هو اللي احنا نتوقعه ان شاء الله ان احنا هيبقى عندنا نسبة حضور عالية جدا من ضيوفنا الكرام، سواء فنانين مصر او فنانين ضيوفنا اللي جايين من دول خارجية. برضه نسبة المشاركة عالية جدا بالافلام على اعلى مستوى من التقنية الفنية. اللي احنا عايزين نقول ان الاسماعيلية بتجهز وبتستعد لهذا الالتزام الرائع الرئيسي، اللي بنتمنى ان هو يمكن رسالة عامة على أرض الإسماعيلية من أمور تنشيط سياحة، أمان، تنمية. كل هذه الرسائل إن شاء الله هيحملها المهرجان ويصدرها كرسالة لكل دول العالم. إن شاء الله بنتمنى التوفيق للمهرجان. وكنا عايزين نعرف فيه كم دولة مشاركة في السنة دي، وكل التفاصيل إن شاء الله هتعلن في المؤتمر الصحفي بواسطة قائمون على المهرجان وبشكل يوضح الرؤية لكل الناس إن شاء الله. مدينة الإسماعيلية مدينة الجمال والهدوء، بتعتبر جاذبة أكتر للسياحة الداخلية. إزاي بنحاول إن احنا نخليها جاذبة أكتر للسياحة الوافدة من دول خارجية سواء خليجية أو أوروبية يعني. هو هي فيها مقومات كل أنواع السياحة، لكن احنا بنعمل الان على ايجاد الاساسيات اللي تساعدنا على ان احنا لما ندعو لهذا يكون عندنا هذه المقومة. احنا حاليا بنزود اماكن الاقامة باقامة فندق 5 نجوم بالتعاون بين القوات المسلحة وهيئة قناة السويس. عندنا اماكن سياحية بيتم اعدادها، بانوراما عسكرية، المتحف بيرفع كفاءة ويتطور. عندنا محور التنمية السياحية، سواء المنطقة الرائعة اللي على بحيرة التمساح او بعض الاماكن الخاصة بالسياحة الريفية او السياحة الخاصة بالامور الاثرية. كل ده بيعد لتكوين منطقة جاذبة للسياحة سواء الداخلية او الخارجية. مدينة الإسماعيلية تعتبر من المدن اللي هتدخل ضمن حيز محور قناة السويس. ازاي تم التحضير لدوت، او ازاي بيتم التحضير لدوت لانضمامها لمحور تنمية قناة السويس والقناة الجديدة؟ لا، هي خلاص هي جزء من القرار الجمهوري اللي صادر بقرار رقم 33 ل 2015. احنا عندنا منطقتين من مناطق الـ4 مناطق الصناعية اللي ضمن هذه الهيئة المحترمة. المنطقتين دول، واحدة اللي هي وادي التكنولوجيا والتانية ضاحية الأمل شمال الإسماعيلية أو بيسموها الأنطرة غرب الصناعية. هذه المناطق إن شاء الله هتشهد في الفترة القادمة طفرة تنموية واستثمار عالي جدا. بدأ العمل فيها يا فندم؟ طبعا احنا بنعمل المرافق الأساسية وبنأسس لهذه المرافق داخل المنطقة. بشكر حضرتك جدا.